صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت من يتكلم عن قوله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين، وقال: الغسلين هو بيبسي أهل النار. يقول: هل هذا فيه استهزاء؟ هذه سخرية، لا يجوز الكلام هذا، لا يجوز الكلام. يفسر كلام الله بأنه البيبسي، فسر الغسلين بأنه البيبسي، هذا مثل أو قريب من قول أبي جهل لما سمع شجرة الزقوم، جاب زبد وتمر وقال: هذا هو الزقوم، كلوا. نعم، قال الله جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، لا كما يقوله أبو جهل إنه الزبد والتمر من السخرية. نعم.